تجري تجرى تجري في العاصمة البرازيلية برازيليا. ويرجع مرة ثانية ليلك مهاجم نادي زينيت سان بيترسبيرغ، ثنائية ممتازة رونالدو يفقع ويجيب تلاتهم في عرضية والدفاع يتدخل وينقذ الموقف. هدوء اليابانيين معروف طبعا قدراتهم. وحسب تصريحات لاعبي المنتخب الياباني اننا نتطلع الى الفوز للقب، هذا موضوع الحقيقه يعني من الاستحاله الحديث فيه. جول 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 الميكو ستافو يفضل يرفع كره ناحيه فريد الهجوم ايبار جول 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 يا ايبار يا لو من هدف يعني بامكانه التسجيل. لوندا يسدد عرضيه عظيمه وكاد يكون الهدف. جوليو سيزار ينقض وتوصل من هناك على الجهه اليمنى ناحيه اللاعب كازاكي، التوزيع في القائمه الثانيه. كره من كايسوكي وندويل وبعيد الكره هذه من دانيال فيش لي في العمق. طبعا النزعه الهجوميه ستكون ترجع لدانيال فيش. صفر للبرازيل امام اليابان، سجله نيمار في الدقيقه الثالثه من انطلاقه المباراه. ملعب يتسع اليسرى زيبي القائد يوصل عليه اوندا، تسديدة قوية اوندا يراهم اوندا باليمنى باليسرى اقوى اوندا راهم باليسرى وسدد باليمنى هنا من دافيد لويس. عارفين عناصر المنتخب الرائعة ورؤية جيدة وبراعة كبيرة جدا يتوغل ليلك وصل على الكرة يتوغل باليمنى توزيع ممتازة والهدف لا الدفاع يتدخل بصعوبة. تميز يتميزون بالاندفاع اللازم. هيلة من اوندا من هناك على اليسرى تسديدة كرة صعبة والركنية لا يلحق عليها يلك ادخل مارسيلو نيمار هيدا ممتازة الكرة هذه لمارسيلو والأرضية والدفاع كرة ممتازة صعبة أرضية كانت ثنائية بيناكي كذلك التوزيع والدفاع يوصل ناغاتومو ناغاتومو يبحث عن التسديدة تتحول إلى تتويج بكأس العالم ولكن الرزانة التكتيكية زايد المهارة هيلا في القائمة الثانية توزيعة ممتازة اوسكار ودانيال فيش اوسكار يطلبها ايلك يوزعها اوسكار الاعتماد على دوره لكيوتاكي ينطلق كيوتاكي عنده الكره بيمنى ثم بيسرى يوزعها ممتازه والدفاع تياغو سيلفا هي فيش انطلق من ايلك على الجهه اليمنى دانيال فيش وايلك دانيال فيش يوصل على ايلك ايلك سيوزعها ايلك سيوزعها يسددها ايلك يوصلها مباشرة لنيمار عندما ينطلق من هناك عند اليسرى يصير خطير نيمار يوصلها لفريد كرة خطيرة يصير عبد المنتخب البرازيلي فريد والحارس فريد وكاد يسجل والحارس كاواشيما الكو دافيد ويز يسددها وتضرب في الجدار وتروح ركنية والحكم يصفر نهاية الشوط والهجوم مثل ما فعل ناغاتومو الان في هذه الكرة مرفوعة في القائمة الثانية خطيرة ومرت يلعبها مع دانيال فيش دانيال فيش يرفعها مرة ثانية الجديد من ناحية كوياتايا توزيع عطية وكاد يكون الرد مباشرة من اوكاساكي على الورق طبعا نيمار في تنفيذ المخالفة يرفعها في القائمة الأول خطيرة مسافة القدرة دائما لصالح منتخب البرازيلي وضع التسلل يقول الحكم إلا المخ يابانية محاولة توغل أمام دفاع مستميت التسديدة وجوليو سيزار طبعا الجهة اليمنى من هو صاحب الهدف القادم البرازيل أم اليابان العالم يعني المقبلة ستكون في كنت أقول بأن المقبلة ستكون في روسيا التي نيمار يوصلها مرة ثانية نيمار في المساحات الصغيرة عنده الكرة يحب الانطلاق على الجهة اليسرى مازال عنده الكرة نيمار يوصلها لأوسكار التوزيع في القائمة الثانية مرفوعة والدفاع ترجع لمارسيلو مرة ثانية تسديد هذه المخالفة الكرة الساقطة وندا وضربت في الجدار من حسن حظ جوليو سيزار هوندا يواصل تبقى الكرة اليابانية والتوغل والحكم ما قال ولا شيء ما زالت الصراع والتسديدة جوليو سيزار كورو ناغاتومو ودانيال فيش بيمنى هذه المرة يوزعها ناغاتومو القائمة الثانية بالراس وفوق المرمى اوسكار مارسيلو مارسيلو نيمار هاي المراوغة من نيمار ممتازة جدا ثم فريد مارسيلو يطلبها نيمار يوصلها مرة ثانية نيمار في المساحات الصغيرة عنده الكرة يحب الانطلاق على الجهة اليسرى مازال عنده الكرة نيمار البرازيلي الكرة تنفذ من الركنية بالراس وانطلاقة اوسكار ممتازة والثالث
مثل البرازيل. سجل يا جو هدفك الأول وافرح يا جو مع البرازيل، وافرح يا جو مع العرب. هدف الثالث لجو، الثالث لجو، جول 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 يا جو، الهدف الثالث برازيلي لجو.